الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بعد. اخواني المشاهدين، حياكم الله جميعا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا باب النعت، والنعت قال فيه صاحب الكتاب: النعت تابع للمنعوت. أولا دعونا نقف مع كلمة تابع. ماذا يعني النحويون بكلمة التابع؟ التابع اخواني المشاهدين هو تلك الكلمة التي ليس لها إعراب مستقل، بمعنى أن هذه الكلمة ستكون تابعة لغيرها في الإعراب. يعني إذا جاءت الكلمة الأولى مرفوعة تأتي هي مرفوعة، وإذا جاءت منصوبة تأتي منصوبة، وهكذا. هذه تسمى التابع. وكلمة التابع هذه إخواني المشاهدين هي اسم جنس يشمل خمسة أشياء: الأمر الأول البدل، طبعا لا أذكرها بالترتيب، الأمر الثاني عطف البيان، الأمر الثالث عطف النسق، وهذه كلها ستأتي معنا إن شاء الله، الرابع هو التوكيد، والخامس هو النعت، وهو الذي سيكون معنا اليوم. إذن لما تقول التابع أو التوابع، هذا يشمل الأشياء الخمسة هذه، اسم جنس يشمل الأشياء الخمسة هذه. الآن دعونا نقف مع النعت الذي يهمنا الآن. والنعت، النعت هو تلك الكلمة التي تتم ما قبلها، أو تتم معنى ما قبلها، ما قبلها بذكر وصفه أو وصف ما تعلق به. مثال ذلك، أحسن شيء أن نوضح بالمثال، نقول مثلا لما تقول جاء زيد، تخيل أخي المشاهد لو أنك تعرف مثلا خمسة أشخاص كلهم يسمى زيد، فلما أقول لك جاء زيد هكذا بالرفع فاعل مرفوع، أنت الآن وقع في نفسك نوع إبهام، من هو زيد الذي جاء؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، أم الخامس؟ لكن أنا أوضح لك بقولي مثلا زيد الكاتب. الآن اتضح لك أن زيد الذي جاء هو ذلك الكاتب وليس غيره، وهذا الذي أو هذه الكلمة وهي الكاتب، هذا الذي يسميه النحويون بالنعت. وكلمة زيد هي المنعوت، أو بعبارة أخرى قل هذا التابع وهذا المتبوع. فإذا لماذا جاءت كلمة كاتب بالرفع هكذا؟ لأن زيد هي كذلك مرفوع، هي مرفوعة، ف تتبعها الكلمة الثانية تأتي مرفوعة كذلك. فمثلا لو قلت رأيت زيدا هكذا بالنصب مفعول به منصوب، ماذا تقول؟ الكاتب. لماذا تقول؟ لماذا النعت تقول نعت منصوب؟ لأنه يتبع المنصوب، تابع المنصوب منصوب. إذن هذا هو معنى كلمة التابع، وهذا هو معنى كلمة النعت. فإذن النعت تابع للمنعوت كما قال صاحب الكتاب في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. هنا نذكر سؤال: هل النعت يتبع المنعوت في الإعراب فقط أم هناك أشياء أخرى؟ الجواب، أو قبل أن نذكر الجواب، لابد أن نعرف شيئا مهما، وهو ما هي الأحوال التي تأتي مع الكلمة. الاسم المتبوع، الاسم المتبوع أحواله إما أن يكون، أو مثلا نقول أولا الإعراب، ثانيا المعرفة والنكرة، يعني هل هو معرفة أم نكرة، ثالثا هل هو مذكر أم مؤنث، طبعا أنا أكتب كلمة واحدة باختصار، والرابع والأخير وهو هل هو مفرد أم مثنى أم جمع. هذه أحوال الاسم المتبوع أو المنعوت. فالنعت الآن، النعت الآن هل يتبعه في الإعراب فقط أم أن هناك أشياء أخرى؟ كذلك قبل أن أجيب عن هذا السؤال، لابد أن تعرف شيئا مهما أخي المشاهد، وهو أن النعت ينقسم إلى قسمين، وأرجو أن يعني تركزوا جيدا، لأن هذا التقسيم هو الذي ينبني عليه جواب السؤال. إما أن يكون نعتا حقيقيا، وإما أن يكون نعتا سببيا. سببيا، طيب ما هو النعت الحقيقي؟ انظر لما تقول مثلا جاء زيد الكاتب، جاء زيد الكاتب. الآن الكاتب هذه الكلمة تحتوي أو تشتمل على ضمير مقدر تقديره هو يعود على زيد. يعني لو سألت نفسك من الكاتب ستقول لي زيد، إذن زيد هو الكاتب، هذا يسمى النعت الحقيقي. لكن لو قلت مثلا جاء زيد الكاتب، عفوا على الخط، أبوه، فإذا هنا الكاتب هذا النعت، هنا في الأول قلنا يرفع ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد،
لكن هنا رفع اسما ظاهرا وهو كلمة أبوه، فإذا الكاتب أبوه، فهنا هذا الذي يسمى نعتا سببيا. أعيد كتابتها لأن في الأول ما كتبتها جيدا. قال جاء زيد الكاتب أبوه، فإذا لو سألت نفسك الآن من هو الكاتب؟ ليس زيد، وإنما الكاتب وأبوه، فهذا الذي يسمونه نعتا سببيا. لماذا يسمى نعتا سببيا؟ لأنه يرفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير يعود على زيد، أو بعبارة أخرى سببيه، يرفع سببية زيد وهو أبوه. فالآن نعود إلى أو نرجع إلى السؤال الذي ذكرناه أولا، هل النعت يتبع المنعوت في كل هذه الأحوال أو في بعضها؟ الجواب إذا كان النعت حقيقيا فهذا يتبع المنعوت في كل هذه الأحوال، يعني في الإعراب يتبعه، معرفة أو نكرة كذلك، إذا كان المنعوت معرفة النعت يأتي معرفة، إذا كان نكرة يأتي نكرة، كذلك المذكر والمؤنث، إذا كان المنعوت مذكر هذا مذكر، وإذا كان مؤنث هذا مؤنث، المفرد والتثنية والجمع كذلك، تقول جاء زيد الكاتب، أو جاء الزيدان الكاتبان، أو جاء الزيدون الكاتبون، كذلك يتبع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع. إذن يتبعه في جميع هذه الأحوال، نقول يتبعه في جميع أحواله، هذا بالنسبة لمن؟ للنعت الحقيقي. النعت السببي، الآن هل كلمة الكاتب تتبع كلمة زيد في جميع هذه الأحوال؟ الجواب لا. طيب ما هو التفصيل؟ أما في الإعراب فتتبعها، جاء زيد الكاتب أبوه، ورأيت زيدا الكاتب أبوه، ومررت بزيد الكاتب أبوه، إذن في الإعراب يتبعهم. المعرفة والنكرة كذلك يتبع النعت، يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، تقول مثلا جاء زيد الكاتب أبوه كما سبق التمثيل له، أو تقول مثلا جاء رجل، هكذا نكرة، جاء رجل كاتب أبوه. لماذا جاءت كلمة كاتب بدون الألف واللام؟ لماذا حذفنا الألف واللام؟ جعلناها نكرة لأن النعت نكرة، تقول جاء رجل، جاء رجل كاتب، أين ذهبت الألف واللام؟ الجواب أنها ذهبت الألف واللام، وأصبح النعت نكرة لأن المنعوت نكرة، يتبعه في التعريف والتنكير. الآن في التذكير والتأنيث، يعني هل يأتي مذكر أم يأتي مؤنث، أو هل يتبعه في التذكير والتأنيث؟ الجواب لا، يعني النعت لا يتبع المنعوت في كونه مذكرا أم مؤنثا، بل يتبع السببي. فمثلا لو قلت لو كانت أمه هي الكاتبة، زيد هذا ليس أبوه الكاتب وإنما أمه، ماذا نقول؟ جاء زيد حط النقطة على الجيم، الكاتبة أمه. لماذا قلنا الكاتبة؟ لماذا؟ لأن أمه مؤنث. فإذا في التذكير والتأنيث النعت السببي لا يتبع المنعوت، وإنما يتبع السببي، يتبع الاسم الظاهر الذي جاء بعده، فإن كان مذكرا جاء مذكر، وإن كان مؤنث جاء مؤنث. هذا بالنسبة للتذكير والتأنيث. بقي معنا الأمر الأخير وهو الإفراد والتثنية والجمع. فالنعت الحقيقي قلنا في الإفراد والتثنية والجمع يتبع المنعوت، نسيت أن أضع الهمزة هنا. طيب فهذا في النعت الحقيقي. أما في النعت السببي فإن النعت السببي النعت يلزم الإفراد، النعت يلزم الإفراد في الإفراد في النعت السببي، في النعت السببي كالفعل. مثال الفعل يلزم الإفراد في النعت السببي كالفعل. الفعل مثلا لما تقول جاء رجل تأتي به مفرد جاء، كذلك جاء رجلان وجاء رجال، كلمة جاء الفعل هذا لا يتغير، لا يثنى ولا يجمع إلا على لغة ضعيفة كما يقولون لغة أكلوني البراغيث، لا يهمنا الآن. الذي يهمنا الآن أن النعت السببي يبقى دائما مفرد، تقول جاء زيد الكاتب أبوه، أو الكاتب أبواه، أو الكاتب أباؤه، يعني يبقى دائما مفرد. هذا فيما يخص الاتباع للنعت السببي لمنعوته أو لمتبوعه، يتبعه هذه. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة ولو باختصار. إذا في أي شيء ربما أجملته أو لم أوضحه أو ربما أخطأت فيه، فباب التعليقات مفتوح، ولكم مني جزيل الشكر، وبارك الله فيكم أجمعين.